الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة ليلة الثلاثاء، زي ما اتفقنا امبارح اللي منكم لسه ما حضرش معانا، احنا هنعمل حوار برحلة مع ربنا في خلال من يوم الحد ليوم الخميس. هراجع بسرعة كده امبارح احنا قلنا ايه بحيث ان انتوا معانا في الجديد. امبارح قلنا في الحوار، كل حوار هنبقى مع ربنا فيه هنسأل سؤال او هيكون فيه سؤال، وهيكون في انذار من ربنا، وهيكون في نصيحه من ربنا. كل يوم هناخد الثلاث حاجات دول. اول يوم امبارح كان في سؤال سأله السيد المسيح له المجد للتلاميذ، يقول لهم من يقول الناس اني انا؟ وبعدين قعدوا يقولوا له يوحنا، وقعدوا يقولوا له ايليا، وناس بيقولوا ان نبيا، وكان المهم ان السيد المسيح له المجد يقول لهم وانتم من تقولون اني انا؟ انت بالنسبه لك المسيح عباره عن ايه؟ يمكن احنا جاوبنا امبارح اربع اجابات وسبت لك انك تفكر المسيح بالنسبه لك ايه. الاجابه الاولانيه كانت هو قوتي، خدناها كلها من سبدة دي جوم، لك القوه والمجد، قوتي، مخلصي، ملكي وملجئي. وكان السؤال ده لانه السيد المسيح قعد مع التلاميذ حوالي 3 سنين بيعلمهم، وهم كانوا هيخدموا، فكان بيشوف ها وصلوا لإيه. واتفقنا انه مبارح الشخصية بتاعت اليوم، الشخصية المضيئة، كانت بطرس الرسول اللي هو صرخ بنعمة ربنا وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فكان السؤال ليك أنت المسيح بالنسبة لك إيه؟ الإنذار اللي ادهولنا المسيح مبارح له المجد هو حاجتين، لأنه أنتوا عارفين الحدث بتاع مبارح هو تطهير الهيكل وطرد باعة الحمام، فأكنه بيقول لنا يوصل لنا رسالتين. الرسالة الأولانية أن احنا نحترم بيت ربنا ونبطل العادات اللي قد تكون بنعملها غلط في الكنيسة، زي واحد يأكل في الكنيسة، واحد يتكلم، واحد يضحك في الكنيسة. في بيتك يا رب تليق القداسة، وتكلمنا عن احترام بيت ربنا. حاجة تانية يقول لنا كده أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، وبالتالي فطهر قلبك من الحاجات اللي تبعدك عن ربنا. يبقى ده الإنذار، يبقى قلنا ده السؤال وده الإنذار، احنا بنراجع بتاع امبارح. طب النصيحة بقى كنا واخدناها في قراءة امبارح هو الاتضاع. انت محتاج عشان تتغير محتاج اتضاع، محتاج لما انت تبقى عايز تبقى أول الكل تبقى آخر الكل. ده اللي منكم محضرش معانا امبارح، ده الحوار رقم واحد مع ربنا. النهاردة الحوار هيبقى مختلف خالص، هو هيبقى فيه نفس النقط، في سؤال وفي نصيحة وفي إنذار، ولكن السؤال مختلف والإنذار مختلف والنصيحة مختلفة، حتى الشخص هيبقى شخص مختلف من زي اللي خدناه امبارح. النهاردة بدايات الرحلة بتاعتنا في الساعة الأولى والساعة الثالثة من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 13، وهي جزئين مكملين لبعض. وزي ما احنا خدنا امبارح شوية مقارنات، قلنا في البداية هنلاقي قبر لعازر يوم السبت، وهنلاقي في النهاية قبر السيد المسيح له المجد. امبارح قلنا الناس عمالة تهتف له وتقول له أصنى، وهنلاقي الناس هي اليهود يهتفوا ويقولوا له أسلبه. النهاردة المسيح يتكلم عن اليهود وخايف وعمال يقول لهم ارجعوا، وهم عندهم عناد، ودي المقارنة بتاعة النهاردة. رغم ان المسيح بيحاول معانا لكن ساعات يبقى عندنا عناد. فزي ما قلنا الساعة الاولى والساعة الثالثة بتورينا حاجة مهمة جدا، ان السيد المسيح يقول كده في انجيل معلمنا لوقا انه السيد المسيح اجتاز في مدن والقرى يعلم. كان هدف ربنا انه يعلم الناس قبل ما يتصلب وقبل ما يموت، يعلم الناس في حتى في اللحظات الاخيره، يحس اليهود على الخلاص، ويقول لهم كده في انجيل الساعه الاولى اخرون يكونون اولين واولين يكونون اخرون. طب ايه السؤال بقى لما نبدا الحوار مع ربنا؟ تعالوا كده نشوف السؤال بتاع امبارح ربنا ساله لينا، واحنا قلنا له يا رب انت كل حاجه بالنسبه لنا. فجي واحد كده ماشي مع الجموع وربنا عمال يعلم، فقال له يا رب عايز اسالك سؤال. قال له يا سيد، قال له ايه يا سيد؟ اقليل هم الذين يخلصون. السؤال بتاع النهارده ده سؤال ساعات كتير احنا بنساله، هو مين اللي هيروح السماء؟
هو دول بس اللي هيروحوا السما، ولا اللي هم قاعدين في الكنيسة على طول، ولا القديس، ومين اللي هيروح السما؟ سؤال احنا بنسأله لربنا دايما، وساعات الإجابة ما بتبقاش يعني الواحد عارفها. لكن النهاردة السيد المسيح له المجد في لوقا 13 يجاوبنا عليها بسهولة جدا، يقول لنا كده رغم ان الإجابة بتاعت السؤال ده لإما بيا أودر ناين، نعم أو لا، يا رب أقلين اللي بيخلصوا، أجابة هتبقى منطقية ناين أودر يان. لكن الإجابة بتاعت النهاردة السيد المسيح قال لا، الناس دي بتسألني سؤال نظري. الشخص اللي سأله ده سأله سؤال نظري. يعني إيه سؤال نظري؟ يعني سؤال من غير عمل، أهو سؤال بيسأله خلاص، زي ما احنا ساعات نسأل أسئلة كتير وإحنا مش هنعمل حاجة. لكن السيد المسيح يقول لنا إيه؟ اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. الإجابة بتاعة السؤال هو إن احنا نجتهد الجهاد، والجهاد ده يتطلب مننا عمل كبير جدا. عشان كده نقول إيه؟ نقول لك جاهد في الصلاة، ولما تروح لأب اعترافك تقول له يا ابونا أنا مش قادر، يقول لك معلش جاهد، استمر في إنك تجاهد في الصلاة، جاهد ضد الخطية بتاعتك. كل واحد فينا عنده خطية تعباه، عنده عادة تعباه، النهاردة ربنا يقول لك اجتهد، خلي عندك جهاد، أنا شايف عملك، شايف عملك وانت بتجاهد، جاهد ضد الخطية، جاهد في التجارب اللي بتعدي عليك، جاهد في الأفكار الشر اللي بتحوط عليك، جاهد في المحبة. يعني ايه جاهد في المحبة؟ ساعات كتير بيبقى ناس حوالينا بيعاملونا بإساءة، يقول لك لا جاهد انك تحبه، عشان كده يقول لنا الانجيل حبوا اعدائكم. جاهد في انك تحتمل الاخرين، سواء واحد معاك دكتور معاك في الجامعة، ولا زميلك مش كويس، ولا حد حتى معاك في الخدمة، احتمل الاخرين، جاهد في انك تحتمل الاخرين، جاهد حتى في الخدمة. عشان كده ربنا لما يجاوب عليهم ويقول لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، يقول لهم بقى ايه؟ كثيرون سيطلبون ان يدخلوا فلم يستطيعوا. ناس كتير هتبقى عايزه تخش ولكن مش هتقدر، رغم ان هم عارفين، رغم ان هم عارفين. ليه؟ لان الموضوع زي ما قلنا لكم يا حبايبي يحتاج الى جهاد روحي، الموضوع يحتاج الى جهاد روحي. والجهاد الروحي لو انت عايز تجتهد صح، يبقى محتاج ترجع زي ما قلنا امبارح وتتضع وتنزل تحت رجل المسيح وتنزل تحت رجل الكتاب المقدس، وتقول له يا رب علمني كيف أتضع وكيف أجاهد من أجل أن أدخل ملكوت السماوات أو أدخل من الباب الضيق. يبقى ده السؤال بتاع النهاردة. شاب كده معدي سأل سؤال، قال له يا رب أقللون هم الذين يخلصون؟ كانت إجابة من ربنا، أنا شايف أنك عشان تدخل من الباب الضيق أنت محتاج جهاد. قلت له يا رب طب هتحذرني من إيه؟ امبارح حذرتني ان احترم الكنيسة، وحذرتني ان انا اطهر قلبي. النهاردة بقى لو شفنا كده في انجيل الساعة السادسة لوقا 21، اول حاجة يقولها كده فاحترزوا لانفسكم لألا تثقل قلوبكم في الشبع وسكر وهموم الدنيا، فيثقل عليكم بغتة، فيقبل عليكم بغتة ذلك اليوم. يقول لنا خلي بالك انك تقعد مشغول بالعالم، تقعد مشغول بالأكل. وهنا بيقول إن الواحد لما يتشغل بالأكل ويبقى شبعان بيبقى مكسل، اوعى تكسل. يقول لك خلي بالك مشغوليات العالم تبعدك عن ملكوت السماوات، عشان يقول لك كده اليوم يجي بغتة، زي ما اليوم جه فجأة والكنائس كلها اتقفلت، ونبقى احنا نقول يا ريتنا كنا رحنا القداس، ويا ريتنا كنا تناولنا. عشان كده حذرنا النهاردة انه ده زي بروفة كده تعرف ازاي الدنيا بتتقفل، انه فجأة مش هتبقى واخد بالك. الحاجة التانية اللي حذرنا منها رب المجد في الساعة التاسعة في لوقا 11، خلي بالكم احنا بنعمل الرحلة مع الحوار. في لوقا 11 نلاقي فيه الويلات للفريسيين، واهم حاجة يقول ابتعد عن الرياء، ابتعد عن الرياء. ومعنى هنا اللي بيوصله لنا ربنا ان خليك شخص بره زي جوه، احاسيسك اللي جوه هي هي افعالك اللي بره. لما تبقى جوه في الكنيسه تبقى زي بره الكنيسه. في ناس تقول لك لا جوه الكنيسه انا شخص بشتمشي ومش عارف ايه وما اعملش، لكن بره الكنيسه انا شخص تاني. زي حكيت لكم مره قصه ولد من الولاد كان خادم وراح يشتغل مع امين خدمته في شركه، قال له انسى بقى خالص الحاجات اللي في الكنيسه، احنا هنا حاجه تانية خالص، واعصره، وبالتالي كان يشوف في الرياء. وبالتالي فنخلي بالنا من الرياء.
هل انت خادم وبتتكلم على المحبة وبتتكلم على عدم الغضب وبتتكلم على اشياء كتيرة في مدارس الاحد، لكن جوه بيتك هل بتزعق؟ هل بتغضب؟ هل لما ماما وبابا يقول لك اي حاجة هل بيبقى عندك يعني زعيق لعدم سماع الكلام، ولكن جوه الكنيسة بتبقى خادم وتدي نصايح للناس؟ النهاردة الحوار انا بسأل ربنا، بقول له يا رب هما قليلين اللي هيخلصوا، قال لي جاهد، انت محتاج جهاد. طرب اجاهد، طب ايه اللي خاف منه؟ قال لي خاف من المشغوليات. الجهاد يضيعها المشغوليات، مش هتعرف تجاهد طول، مش هتعرف تبقى تجاهد طول ما انت مشغول بحاجات تانية، حتى لو كانت المشغولية دي الخدمة بعيدة عن ربنا. يقول لي عشان تجاهد محتاج المشغوليات دي تقل من عنك، محتاج ان انت ما يكونش عندك رياء. قلت له يا رب طيب ايه النصيحة اللي تدهاني؟ انا دلوقتي انت قلت لي على الجهاد وقلت لي على المشغوليات والرياء، ايه النصيحة يا رب اللي تدهاني؟ يجي في انجيل الساعة 11 اللي احنا لسه قارينه من انجيل معلمنا مرقس 13 و14، يقول لنا علشان تعرف تجاهد وعلشان تعرف تنسى المشغوليات وما يكونش عندك رياء، حاجة مهمة جدا هو انك تسهر وتصلي. حياة سهر وحياة صلاة. ليه يا رب أسهر وليه أصلي؟ دي النصيحة اللي بيديها لنا ربنا النهاردة. لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة، أنتوا مش عارفين اليوم ولا الساعة اللي هيجي فيه. اعرف أن السهر مهم لأن حياتنا وقتية، اعرف أن السهر مهم لأن إبليس عدوك كأسد زائر يريد أن يبتلع، يدور على شخص شخص ويحاربك بوسائل مختلفة من أجل أن هو يوقعك. اعرف ان احنا لازم نسهر لان العالم يزول وشهوته معه، كل اللي احنا فيه ده زي ما قال لنا كده سليمان الحكيم باطل الاباطيل الكل باطل. واخر حاجة تسهر لانك عايز توصل للسماء، عايز توصل للملكوت، يبقى دي السهر. والنصيحة التانية الصلاة، والصلاة دي ما اتكلمنا فيها هي الارتباط والصلة مع ربنا، انك تبقى في صلة دايما مع ربنا. والصلاة ليها قوتها وليها مفعولها، زي ما قلنا كده معلمنا متى كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. عشان كده فرصة ان احنا نرفع قلوبنا في الصلاة دايما، حتى في البسخة نطلب من ربنا انه يدينا نعمة ويدينا بركة. إليه طلب انه اوصل انه المطر ما ينزلش ما نزلش، ولما طلب انه ينزل نزل. موسى هزم عماليق، يشوع وقف الشمس، دانيال قدر يسد أفواه الأسود. عشان كده ركز واعرف أن الصلاة ليها مفعولها. النهاردة الحوار التاني مع ربنا خلص، الحوار الأولاني كان مع التلاميذ وهنعتبر الحوار ده معايا. قلت له رب أنت قوتي، أنت مخلصي، أنت ملجأي، أنت ملكي. النهاردة أنا بسألك يا رب طب أعمل إيه لو أنا مش عارف؟ السؤال التاني يقول لي جاهد عشان تقدر تخش الباب الضيق، محتاج تجاهد. وقلنا أمور الجهاد، وبعدين قلت له يا رب انت امبارح انظرتني اني احترم بيت ربنا وطهر قلبي. النهاردة يكمل يقول لي خلي بالك من مشغوليات العالم وهموم العالم، خلي بالك من انك يكون عندك رياء برة بزي جوه، تعامل الناس بحاجة وانت جواك حاجة تانية. اخر نصيحة نصحها بيها ربنا، اول حاجة امبارح يقول لنا اتضعوا اخدموا الاخر، النهاردة يقول لنا اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. اخر جزء ناخده هو الشخصية. امبارح كانت في شخصية مضيئة كلمنا عنها، هي شخصية اليوم كانت بطرس. النهاردة للأسف الشخصية غير مضيئة، تتوقعوا معايا مين؟ ناس المسيح قاعد يقول لهم ويل لكم ويل لكم، هم الفريسيين. ناس المسيح حاول معاهم بحب كذا مرة لكن هم مرديوش. ناس يحملوا الناس أثقال هم ما يقدروش عليها. ناس شكلهم من بره كده يوصفونا مسيح زي القبور مبيضة من الخارج لكن جوه زي ايه؟ عظام اموات. ناس مش عايزين يخشوا ولا عايزين حد يدخل. ناس يهمهم المجالس الاولى. خلي بالك النهاردة في الانجيل بتاع الساعة الثالثة دي اللي هنختم بيها يقول كده يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء، ودي كان نداء حب المسيح، كان بينده على أورشليم يقول لها لسه في فرصة، لسه في فرصة ترجعي. وأتاري النهاردة في الرحلة أو الحوار التاني ربنا يندى علينا، حتى لو إحنا في أول يوم في البسخة يوم الاثنين
يقول لنا كده يا فلان، كل واحد باسمه، لو هجيبه على نفسي يا سيدور يا سيدور، أكنه ربنا بينت على كل واحد فينا. كل واحد فينا يسمع النداء ده النهاردة يقول له يا رب عايز أقدم توبة، عايز أرجع بإنذاراتك وأرجع بنصيحك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.